the head of the Lebanese Communist Party said the Communist Party of China has played its role in leading development and aiming for a better way of life for the Chinese people. أهم ما يثير الإعجاب في السنوات العشر الماضية حول التطورات التي حصلت على مستوى الوضع الداخلي في الصين هو تسارع وتيرة التنمية ومكافحة الفقر والتقدم الذي حصل على المستوى العلمي والتكنولوجي خاصة في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا العلمية والذكاء الاصطناعي ومختلف المسائل المتعلقة أيضا بتعزيز القاعدة المادية الصلبة لبناء الاشتراكية في ذلك القرار الشجاع الذي اتخذه المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني وهذا دوره الأساسي في قيادة عملية التنمية وتحقيق المجتمع الرفاهية في الإعلان أن العام 2035 هو عام إنهاء بناء القاعدة المادية الصلبة لبناء الاشتراكية.